تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، تنظم هيئة صندوق العمل تمكين في أبريل المقبل المؤتمر العالمي 18 للإنتاجية تحت عنوان سبل جديدة نحو الابتكار ولإنتاجية أعلى، وهو المؤتمر الأول من نوعه في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وللحديث عن هذا المؤتمر معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله السادة، القائم بأعمال مدير إدارة الاتصالات التسويقية في تمكين. مساء الخير دكتور عبد الله، وهل لك أن تحدثنا بداية عن أهمية إقامة هذا المؤتمر الضخم على مستوى المنطقة على أرض مملكة البحرين، وما الذي يناقشه من مواضيع؟ مساء النور. في البداية أحب أشكر تلفزيون البحرين على تسليط الضوء على هذا المؤتمر العالمي الذي نحن جدا سعداء لاستضافته في مملكة البحرين. المؤتمر هذا تم استضافته بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، والهدف منه هو تسليط الضوء على الإنتاجية، وسيستقطب المؤتمر أكثر من 600 خلينا نقول متحدث عالمي للحديث عن الإنتاجية وكيفية قياس الإنتاجية ودورها في تعزيز الاقتصاد. تمكين منذ بدايتها في 2006 في عام 2006 تم تركز على دعم الإنتاجية. فإذا نشوف مشاريعنا كلها في تمكين فهي تبدأ بتقييم وضع المؤسسات، وبعدين تعطي أو تقدم الدعم للمؤسسات تحسين إنتاجيتها، والذي سيكون له مردود على ربحية المؤسسات والاقتصاد الوطني. نعم دكتور عبد الله، كما ذكرت أن هذا المؤتمر يستضيف نحو 600 شخصية من 72 دولة من مختلف أنحاء العالم. حدثنا بشكل تفصيلي أكثر عن الفئات والخبرات العالمية المشاركة في هذا المؤتمر. هو بيكون في المؤتمر بيكون من تاريخ 2 ل 4 ابريل، وسيكون مثل ما تفضلت انت الله يسلمك يا اخي الكريم بدعوه متحدثين من اكثر من 72 دوله عالميه، وسيكون تسليط الضوء على مؤشرات قياس الانتاجيه، بالاضافه على دور التعليم والتدريب، بالاضافه الى نوعيه المؤسسات التي تحرك الاقتصاد الوطني. هذا بشكل مجمل. نعم الدكتور عبد الله السادة، القائم بأعمال مدير إدارة الاتصالات التسويقية في تمكين، شكرا جزيلا لك.